تريد التقليد ها؟ طيب قلد هذا. لقد جعلتك تأكل الكافيار. دود يقف قرب حليب الماعز. لحظة إذا. توقفا، أشعر بالغثيان الآن. كنا بقسم الطعام الغريب وكانا يقلدان كل شيء. طعام غريب. كان تقليدا لنا كسمنة لزبدتنا. إنها سمنة وزبدة. حقا كان كمرآة من اللحم. مرآة. هل تسمعان ما أقول؟ آه حبيبي، يخلق من الشبه 40. هل تذكر البطن الذي يشبه أنيس؟ لم تفهما، لقد كانا يقلداننا. ها هما. ما هذا؟ ما هذا؟ شوفوا هذا. ضع الترجمة. أوه هذا شبيهي تشيتشي. هذا الجدي محط الإنذار. جدي ألا تثق به؟ يحب الاحتفال جدا مع شخصية قوية. هذا غريب جدا. شبيهي ريبت، هذا الضفدع محتال. لماذا؟ لأنه أخضر وقوي وسيأكل طعامك؟ ما هذا؟ حقا محتال. يبدو أنني رجل متعب وكسول، أعيش على أريكة أشاهد التيفي. مضحك جدا ومقزز. فعلا مضحك جدا. أنا يا لها من أم. من يهتم بها؟ أنت؟ من هي شبيهتي؟ محذوفة. ماذا؟ لما؟ لأنه جند الأطفال لمنازلهم. هذا مضحك لأنني لم أفهم. لحظة، هذا ليس مضحكاً. تماماً، حذفوني لأني فتاة صغيرة. لا، قصدي لديهم عرضهم الخاص ويسرقونه منا. شوفوا. لأنك أنت قررت هذا. هم يجنون النقود ونحن مفلسون. هيا، ليس لهذا الحد. ماما، مفلسون لدرجة جمع التبرعات. نعم صح، لنقاضيهم. مهلاً لحظة، المحامي يكلف الكثير. كم تقريباً؟ يكلف الآلاف تقريباً. يعني كم قطعة كوكي؟ الملايين منها. لحظة واحدة، كيف نسخ هذا؟ لقد حصل للتو. لقد حصل للتو. ما هذا؟ ما هذا؟ طيب. هيا لنحل لها كحضاريين. هاي اسمي جامبل. هاي اسمي هو تشيتشي. توقف عن تقليدي. لكن عندما يقول أحد هاي عليك القول هاي. هاي. قاتل يا جبان. أو آسف. أو هل انتهيتما؟ نعم هي انتهت.